بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال يمر وين دعلا ذا الدون كمال والبوات كجوكتان بخ عدك عاد دقيستين والرئيس الوساري دولة الفدرال كصوماليات مدن حسن علي قيره وقطبط دقناشي وكم مقضو اسلامر كان كالسوني اي كم مقضو وكجيدين اي مقالة مقضيشو كردنكا دستور لبدلايو مدحوين حسن شيخ محمود ودونيو ان دكتاتورية وقرية دالك صوماليا وحان ارانكرا اقونتا يدي ايو ماركي سيباريطانك انتا انكو جرني سياسي كليئة هوي مانتا كقد مايا صومالي وين وحسن علي قيرة رميسا امها الرميسانين وانا ننكا كالسوني بدن هايستا اسلامر كانا بورو كلا دوان كوتيرسان بقالنا هايستوي وحانا لقد دريمي كرا سيدا دقناشي علي او اقود بدين هاي وانا شرف ايا كرامي اتهاي افل بقو صوماليا ان سياسي صوماليات او كو حرقوضو او كو فانو افكيس صوماليا مركا اقود بدين هاي انتي او كو حرقون لها افقلات او انتا بدن سياسيين تينا ايا صومالي ده شعب كينا ان اسكا دون دونو ان اسكا رادينو وحان سكولات تلين لاين حسن علي قيري اساقو فرصادا حاسي له ان او اسكا دايو اسقاط قاتكي لغو يقين مركي كرسيق او سارنا ايو حانتي اهيد كوا سمحيهين ديقلي مريفلي كل قوت انا ايبسان كرا ايو حياب اللامي ده هويزم كيلا قليي كورسيجيس وكو ايينا انو سان مردن با كوشاقينين وكولا طالين لحين هوي هدو هدي لغا قردرية ان الله هي ليا واحق وادد كاقي لكن للبوب ايو ما اركيس داد بان قبسانينا سيداسي ان اجلدي لغو قليي مردن با لغو قليي وكاقد ديقي لحين لكن مستقبل واد لينا ديجلي يا مريفلي يا دارو بريدة أيا نولك أقول دفتين مدح وين حسن شيخ محمود ما أنت يا عاوة وإلى تاي ما أهن وحقيقة تاجن عشر بانكاسين دونا سيد ديجلي يا مريفلو ربك أوجدجبي هداك أوجدين بونتلان أو دارو دا. لكن waxaan jeclaan lahaa in aan warar kooban oo Soomaalida quseeyo aan idin horumariyo Sinai waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro oo mooto bajajle ah meedkiisana uu yeelay life intaana soo gelin sidoo kale magaalada Muqdisho nin traffic u shaqeeya ama traffickada ka shaqeeya la yiraahdo Arab oo sarkaal ah ayaan dhaweeyay نن بنادر جردلي محكمة لسو تاغي شوته وسو تاغي ايوم بالا عركيمانتا اساقو توبر وسو حراء عيدامو لما يقان قورت لدايي وحلقو حكومي يا محكمة اومري باليه قبيلاتك مدح ايه لسو قلينا يا دم الجديد شقدو دي اجي مالاي دهان او جلالقسي يا بلدوين او دحيسة قبل كهيران وحال اسكو قبي او لا اسكو دري باشا مكانه كابولي جريرويني إيو حوادلي معوسلي دا حوادلي وحالا صوشاقي إن أي قريو مدلو أي ليهين رير مكاني إي كابولي أي قبين جريرويني قريو دين أي قبين دل قريالي ماشا اللي يرادو أو إيادان كتالة بالقدود عير إيو ددوبلي أيا إسكو حسوقي إذا عداها إن أي سو تبيين مؤقي والا إسكو دري والاقا شقيي دين صور شقاقة اي ابورين دمو الجديد بيالو والالا اه ماشا دقن ايا ايادونا معني مدح لسوق لي وحان رجينينا ان شقاقوين كاسي اي دمان سيدا اريولي يولوين وحي كردعي اوكالي وحان اذن لو ذاقني مانتي ان عيدا مدى صوماليا اي جوغي دارو النمعة ee ku taala gobolka shabeelada dhexe saldhigaasi lagu tukaday maantaan idin soo qornay waana ka soo waranay faafahinta askarta meeshaasi joogtay
baabuurta ay siteen iyo sida macnaha loo galay ayaan rabnaa juqraafi hadaan ku siiyo daaru nimca waxay ku taalaa ama naxiim qofba siba u yaqaanaa macnihi meel ciidamada dowladda ay ku hareereysan yihiin ayay ku dhex taalaa tusaale alkawsar meel shalle leeyahay waxaa degan ciidamada dowladda dugle meesha la leeyahay taliyaha ciidamadu waa meeshii uu ka khudbadeynayay dowladda ayaa degan ceelbacad dowladda ayaa degan intaas oo goobood oo ku wareegsan daaru nimca oo dowladdu ay degan tahay ayaa haddana shabaab baa u soo dusay ciidamadii oo dhan laayay ayaa lagu yidhi meeshaasi calaamad su-aal ma saaran tahay mise ma saarna walaalayaal meeshaasi marka maxaa ka dhacay saddexdii iyo barka markay ahayd telefoonadii oo dhan ayaa laga gooyey ciidamada ciidamo ayaan dhoweyn lagu xoojiyey baa jiray kuwii meesha joogay waxay isugu jireen ciidamo macawisley ah deegaanka ah oo u dhashay beesha abgaal dhammaantood iyo ciidamadii dowladda federaalka oo qaybo kala duwan laga soo ururiyey sida bulisiya militaria kuwa loo yaqaano sida ciidamadii gorgor wixii haray sida ciidamada haramacad wixii haray iyo waxay isugu jireen maarkayse militariga caadiga ah ciidankaasi meesha joogay tiradiisu macawisleyda waxaa lagu qiyaasay ee beesha abgaal 180 ilaa 200 oo macawisley ah ayaa meeshaasi joogtay ciidamada militariga ah ama dowladda federaalka qalabaysan iyaguna waxay meeshaasi ku joogeen tiradoodu maarkayse 500 400 500 600 baa lagu qiyaasaa ciidanka marka laysu geeyo 1000 ayuu dhadhaweynayay yacni 700 600 800 qiyaasta ciidanka meeshaasi ku xaraysnaa ee joogay intaasay ahaayeen waxay siteen 30 gaadiid dagaalka ah qaarkood xabadda aan karin qaarkoodna xabadda ay karto saddexda iyo barka markii laga gooyey telefoonada ciidankaasi 4 markay ahayd salaada subax macnihii yacni suxuurta soomaaliya marka ay ku aadan tahay salaada subax aan la gaarin ciidankii waa la soo galay qaraxyo ayaa lagu soo galay ciidamada halka ma fiigin macawisleyda iyo ma arkayse kuwa dowladda ah almost 600 700 800 qiyaastii 30 gaadiid ay siteen 10 waa la gubay 20na waxaa ka haystay al-shabaab ciidanka qaar firdhaday baa jiray markii rasaasta macnihii iyo qaraxyada ay ku bilowdeen kuwii firdhadayna shabaab waxay ciidamo u dhigeen alkawsar iyo daaru naciim inta u dhaxaysa ama daaru nimca inta u dhaxaysa markaasaa ciidamada iyagoo ordaaya oo saldhigga kasoo ordaaya oo u ordaaya xeradii ee alkawsar ee ciidanka uu deganaa ka gaarsiiya iyagoo dhahay meeshaasi intaanay gaarin dhexda ayaa lagu laayay wixii dhaawacyana waa la dhaawac tiray xerada shabaab baaba la wareegay gebi ahaanteeda shacabka iyo maarkayse macnihii magaalada shabaab baa maanta la wareegay markay wuxooda dhammaysteen ka dhammaysteen kadib ayaa dowladda soomaaliya diyaaraday dalabtay shabaab oo meesha ka baxay shacabkii ay xasuuqda haddana sidii basra ka dhacday oo kale ma aragteen marka dowladda soomaaliya iyadoo khasaaraha dhabta idin sheegaysa shacabka soomaaliyeedow meeshaasi markay joogto maantay 600 ilaa 800 oo wiil iyo gabdho soomaaliyeed way ku daayeen ciidamadaasi militariga ah ee meesha joogay ee qaranka soomaaliyeed waxay isugu jireen soomaali oo dhan dir baa ku jirtay daarood baa ku jiray digil aw marifla ku jiray hawiyaa ku jiray danwadaag baa ku jiray looguma kala badnayn laakiin ciidanka macawisleyda ah meesha joogay tirada 180 ilaa 200 lagu qiyaaso dhammaantood abgaal bay ahaayeen qof kale kuma jirin deegaanka daaru nimcana waxaa degan harti abgaal qolo la yiraahdo suul rati qolo la yiraahdo weliba ciise rati oo iyagu maarkayse qoyska uu ka dhashay taliyihii hore ee ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed general odawa yuusuf raage warka waa haysaa soo deg marka saarkan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhacay ee hadda
laga tumaayo xasan cali qayre u dambeeyay saarka tumista ayaanu eegi doonaa. xalay warqad baan meeshaan idinkaga akhriyay laakiin cidda qortayna ma aanan sheegin oo afka qalaad ingiriisiga ku baxaysa wax yar baan idin dulmaray oo loo diraayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay European Union, Arab League, African Union intaan idinkaga akhriyay sidaan aan life ugu jiray. warqaddii jawaabteedu sooma daahin. xasan sheekh maxamuud international community-ga soomaali sida farinji ay uga cabsato hadduu adday ilaahay uga baqi lahayd isuna ixtiraami lahayd iyadaa dunida loo shaqayn lahaa beesha caalamka qolo ay dhahaan oo atooraha lugeeya uu ugu horeeyo saan haddii lagu dhaho xasan waxaa lagu yiri top tani jooji waxaa wadid it doesn't function. kow maamul goboleedyada raadi. labo habraaci kow dastuurkan aasaaskiisa ku noqo meesha wada tashiga uu kasoo bilowday ku noqo wadar ogol raadi. midda kalena institutionka dowliga ah hadda lagu heshiiyey maba bedeli kardhaan walaa baarlamaan aan bedeli karin walaa cid kale aan bedeli karin walaan adaan bedeli karin meeshaan xoolaa nooga maqan burdadow ninkii cunay sheegadee gabdhuhu maxay ku buraaburi jireen burdadow ninkii cunay baas baa daba jooga gabdhihii hore kuwaan hadda maahan kuwaan way ku faantamaan ragga markay lacag ka qaadaan gabdhihii hore marka la yidhaahdo nin raga wax usoo taaga lacag hoo way diidi jireen sabab xoolan rageed haddaad cunto waa lagu daba joogaa bay dhihi jireen burdadow ninkii cunay baasaa daba jooga xoolaheena farenjiga shilin shilin sinti sinti u xisaabsanaya dhagaha laga maroojiyey dhagaha xasan sheekh maxamuud aadan madoobe guddiga dhagaha 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 dhagay far bakh yaa dhammaystiray bal arag digilay mirifle wuxuu sameeyey digilay mirifle tan uu dhigayaan kuu sheegahay xalay aadan madoobe iyo xasan way kulmeen markii dhagaha laga soo marmaroojiyey markii dhagaha layska soo marmaroojiyey way kulmeen maxaa yeelnaa waay si waxna aan u meel marino international community-ga waxaan dhahaynaa xasan aan dhahay saanaan ku heshiidayna dhaafa laakiin xisaab kalaa soo baxday aadan madoobe iyo xasan oo meesha fadhiya oo macnihii wax ku heshiiyey in waxna sidaa la yeelo see la yeelo la leeyahay guddigii dig guddiga waxaa guddoomiye ka ah wiye iidow nimay dhahaan xuseen iidow waa qayre oo inta taagan waa murusade ku-xigeenkiisana waa daarood soomaalioo dhanna way ku jirtaa guddigii markuu yimaaday waxay dhaheen nimayow annagu waxaan wadnaa beesha caalamkaana la soo hadashay xasan ay ku leeyihiin aadan madoobe guddiga dib u eegista waxaan wadnaa in madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne meesha uu ka baxo kow xisbiyada labada ah in laga dhigo saddex iyo wixii ka badan saddex maani ah saddex iyo wixii ka badan xasanna muxuu rabay labo muxuu rabay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen guddigii yaa dhahay annagu markaan isku noqonnay beesha caalamka ee atooraha lugeeyana uu nala soo hadlay waxaanu u aragnay si arrintan ay u socoto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in meesha laga saaro xasanow
كو إن لبضة حزبي صدح يوحي كبداً لقدقو لبو رئيس الوزراء إن سيدي سلو دايو صدح دور شغر قفي عود إن العادو سيداسي مركي كان واجيين نمانكي ديقي لي مرفلية قدقة كجري ورقضة إلا صبحين صاحب بيال سيدان كمي شيني وامرك وحانا هو قامنا يا وليد نيكي موسى صودي درات بارلمانكا كو كلب كلبيي مركو كو إذا دراضي موريانكا وايلكا واتقانا سيدان كمي شيني وامرك محاوة محارتين أنك وحان نوقران مدحوين إيه مدحوين كحيقين وحان نوقران لابا حسبي بس وحكالوان أقلان إنو هدان ديقل إيه مريف لنا هاي مجرتو لابا حسبي وحي كبدان ما أقلين رئيس الوساري ومدحوين إيه ومقعابان إيه هدان ماركا يساو إسكا بورين كرو تيسكو ما أقلين هذا يصير أستاي تن ملو دايو هذا بس سير أنكو سير أمرك هذا المدام أمرك يصير على يري وحيري مدح وين وارون وارون أنا قصة قضاء مجلك وح وح كم حسن مجلك وحي هراء أكو إيش إنه بس بقول يسديتا ذكري حسن شيخ وحيري وحر وايدين نافية ما أركي سمعني جودي قدار معني دارش جودي قدارش هذا كليه إن أنا نيجو مع مجابة وسد قفي عضلة هذا كليه أقول هذا وابله وقع هذا تقولي مريفلو كعام وحيكون هين هذا المدربو وما هتصنطاي حسن وما هتصنطاي مدحوين لفت الجيران هذا السعودي الديارة أسرا لفت الجيران مركو السعودي كدجو بالله هذا لينا وحيد أنا نقصه بحصوما لي ونوش يقدرنا هذا محيط هاي لفت الجرين وحلا جاي يابا إنه يرادو استعجله قد يقعد هو استعجل سوما استعجل دي أنا برك الله لقوا هاي استعجله هذا استعجلان تضبط اللي تضبط استيت كاسي إذا عنده يسوي استعجل مرك أنا هو وان قوني إلا إيو سومالي يسوي إيمان يسوي باشا ويخلوش هاي سامي وديد معهم حسن شيخ محمود بخ باكي يردي ديقل يمرفلي سلكا يدولك ودقين هذا المدوبي معني قد ديقان إنا يماشي كبحان ولا أقيا صوتنا وكو شيء قال مركا ماشان هشيس لقلي بأجري وهذا كور عنكو تابطي لكن معني ضدك إيجا كادم وآيين وهبر قدر وحي لا قيلنا يسو وحسن ايو قسو هرجدو ابقال انو هشي معني وهذا المدولة انو هشي من وحي قليين انا ادعاو كوشا وحبا قارير ما يسو ما لده وده اذا كوجبتا ان رد الله شعبه